عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف طريقتكم تانية معانا ان شاء الله. نعمل لايك ما ننساش ونبتدي على بركة الله. طيب زي ما قلت لحضراتكم، بتاخدي طول الكم اللي انت عايزاه بالشكل ده كده اهو، وليكن ده طول الكم وده عرض الكم. وقلنا هنعرف منين عرض الكم او العرض ده جه منين. هو نفسه دوران الابط، هو نفسه دوران الابط، والناحية دي على مقفول ومتطبقة على اربعة. لو انا بعمل الكم ده للكبار بنزل 13 سنتي او 14 سنتي، لو انا بعمله للاطفال بنزل 7 سنتي. وطريقته سهلة زي ما حضراتكم شايفين اهو، مجرد ما بنزل بالدوران بالشكل ده تمام، وبنزل بشوف الاسورة بتاعتي او دوران الاسورة بتاعتي قد ايه، وباخده في المساحة دي تمام. هنا انا عايزاها واسعة شوية اهي بالشكل ده كده، او ممكن تعمليها واسعة خالص وتعملي لها اسورة بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي اهو كده. انا بقص الكم بتاعي. لو اتمرنتي على الخياطة توصلي للمرحلة ان انتي ما تاخديش قياسات، اول ما تعملي الجزء اللي فوق او الكورساج او الفستان هتعرفي على طول الاكمام بتتعمل ازاي اهو. ده كده الكم بتاعي، وبعمل علامة كده في المنتصف زي ما اتعودنا. وقلنا كمان انه في الامام بدخل حوالي 1.5 للعمق، بس دي مش قصتنا النهاردة. انا قصتي النهاردة في الكم بتاعي اهو زي ما حضراتكم شايفين، بس برضو عشان الناس ما تتلخبطش دي نقطة النص بتاعة الكم. وانا باجي هنا عند المنتصف ده وبدخل حوالي 1.5 سنتي، بس ما بقربش للنقطة دي وما بقربش لرأس الكم. والكلام ده بيحصل في جزء الامام فقط وللكبار فقط، ما بيحصلش للاطفال اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ده اصبح خلاص بالنسبة لي ده الامام، والجزء ده هو الخلف. طيب انا عايزة اعمل هنا الاسورة بتاعتي. شايفين دي نص منطقة النص اهي، وانا باخد كده زي كلونة بسيطة اهي شايفين. تاني ده خط النص بتاعي. انا مش عايزة اعلم كتير بس مش مشكلة، ده مجرد تمرين اهو. ده كده خط النص بتاعي اهو، خلاص كده عرفنا خط النص. بدخل كده حوالي 4 سنتي، والناحية التانية 4 سنتي بالشكل ده اهو، وبجيب الاربعة سنتي دي على الاربعة سنتي دي واحطهم كده على نقطة المنتصف اهو اهو شايفين كده. يبقى انا عملت ايه؟ اخدت خط النص يمينه 4 سنتي ويساره 4 سنتي، والاربعة سنتي دي مش ثابته ولكن قياس مريح تمام اهو. باخد نقطة الاربعة سنتي دي وبحطها على خط المنتصف، وباخد نقطة الاربعة سنتي التانية وبحطها على خط المنتصف، واحط ده. بصي الكلام ده عشان ما يتحركش مني اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده تمام. طيب عشان اعمل الاسورة برضو عايزة اعملها لون تاني عشان تكون واضحة. خلاص انا هاخد القياس ده اهو، تسعتاشر سنتي. القماشة معايا اهي وبطبقها بالشكل ده طول الاسورة اللي انا عايزاه تمام اهو. لو انا عايزاها طويلة قوي او عايزاها قصيرة قوي زي ما انتوا عايزين، المسألة اختيارية. بالشكل ده كده بحيث انه اطبقها على اربعة وتبقى نصها 10 سنتي عشان اعمل حساب مسافات الخياطة اهو. لما افردها هتبقى 20 تمام اهو، نظبطها كويس. الشكل حضراتكم شايفينه ده تمام اهي، بتبقى بالشكل ده. لما اجي اطبقها
تديني الطول اللي انا عايزاه. طيب الخياطه هتكون ازاي؟ تعالوا معانا على المكنه عشان نشوف. اهو مكانت. اول حاجه بثبت الكسرتين اللي انا عملتهم او الكلونه اللي انا عملتها دي، اول حاجه اثبتها. الكم بتاعي، الكم ده لازم يتقفل قبل ما اشتغل، مش زي بقيه الاكمام اللي بنحطها على القماش ونقفلها، ده لازم يتقفل الاول. بالشكل ده، دي الاسوله بخيطها على بعد 1 سنتي، بضاعف طول الاسوله. لو انا عايزه الاسوله يكون طولها 5 سنتي بخليها 10 عشان هتستني دلوقتي هوريكم ازاي. انا بضاعف الطول بتاعها، عايزه الاسوله بتاعتي يكون 10 سنتي بخليها 20 سنتي وهكذا. تمام. طيب اهو بضاعفها كده، باخد الخط ده الخياطة على الخط ده اهو بالشكل ده كده. لازم الخياطة دي تيجي على الخياطة، دبس كده الدبوس، انا بعمل لها كده شايفين، بظبطها اهي. ده كده طول الاسورة بتاعتي. تمام. عايزة تصغريه بتصغري، بصوا زي ما انتوا عايزين، طالما وصلتوا للنقطة دي زي ما انتوا عايزين اعملوا اهو، لاقي كده بيها شوية وحاولي تعمليها. بصوا بقى دي طريقه حلوه، لو انا عندي اي بلوزه كمها قصير اقدر اعمل لها اسويره طويله بالشكل ده وتدي شكل حلو جدا. شايفين اهو بقصرها بالشكل ده، عايزاها اطول عايزاها اطول. لا انا عملتها وقصرت مني وما عنديش قماش، انا ممكن احط لها دانتيل هنا. تمام. هنعملها لغايه ما حبيبه تجيب لنا الدانتيل، هنخيط بالشكل ده اهو الاسويره الاول، اثبتها قبل التركيب علشان ما تتحركش مني وانا بركبها، سواء محترفة او مبتدئة لازم اعمل الخطوة دي اهو. بثبت الخياطة بتاعتي. تمام. زي ما قلنا لو انا قصرت مني وما عنديش قماش بروح جايبة الدانتيل بتاعي بالشكل ده واروح ايه مديلها شكل جمالي ويبقى شكلها حلو جدا. تمام. طيب دلوقتي تركيب الكم اهو، خلاص كده الاسوره خلصت، فينش بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده نضيف. تمام. وباخد بقى الكم على ظهره اهو، وشايفين الخياطه اللي احنا عملناها، بحطها على الخياطه اللي في الاسوره اهو، يبقى بحط الخياطه دي على الخياطه اللي في الاسوره بالشكل ده، بحط الخياطه على الخياطه والاسوره بتبقى بالشكل ده، وابتدي الخياطه الاول من الجزء اللي انا عملته عشان ما يتحركش مني. ممكن تحطي دبابيس طبعا، بس الموضوع بسيط قوي، لازم تمرني نفسك علشان الاكمام فعلا مشكلة عند ناس كتير قوي. خلص من الخيوط، شايفين ده شكل الكم معانا بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي اهو، بيكون بالشكل ده. لازم الخياطه دي تيجي على الخياطه دي، ولازم اشيل كل الخيوط الزياده اللي عندي. شايفين الكم وجماله وبسطته، مرني نفسك علشان تتخلصي من مشكله الكم. زي ما حضراتكم شايفين طبعا دي بتتكوي بيبقى شكلها حلو جدا، وممكن تحطي لها لولي هنا بالشكل ده ويبقى شكلها حلو جدا، ممكن تطلعي بيها للاخر كمان. بشكركم جدا واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم.